مستر جوزيه جوميز مديرنا الفني كان ليه جلسة مطولة مع اللعيبة قبل انطلاق التدريبات الجماعية امبارح على ملعب النادي استعدادا ان شاء الله لمباراة ام بي القادمة في مسابقة الدوري الممتاز. وجه مستر جوميز التحية للعيبة على المجهود في لقاء الجون الأخير في بطولة الدوري واللي حسمه الفريق بهدف دون رد، وأشاد المدير الفني بالروح والإصرار لدى اللاعبين في تقديم الأفضل في ظل ضغط المباريات المتواصل خلال الفترة الأخيرة. طلب مستر جوميز من اللعيبة أن هم يواصلوا الأداء المميز سواء في التدريبات سواء في المباريات، ويبقى فيه تركيز ويبقى فيه قوة أكتر من كده عشان تستمر الانتصارات خلال اللقاءات القادمة. وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية اللي حصلت في لقاء الجونة الأخير، وهيستعد الفريق لمواجهة إنبي إن شاء الله المقرر ليها بكرة ضمن مؤجلات الجولة الـ 22 من دوري نايل. كمان وضع الجهاز الفني للفريق ومستر جوزيه جوميز برنامج تأهيلي واستشفائي لمجموعة من اللعيبة اللي شاركوا بشكل أساسي في مباراة الجونة الأخيرة. وعلى هامش المرام بقى، يعني كان امبارح كان البرنامج التأهيلي والاستشفائي من مستر جوميز، ومجموعة اللعيبة خاضوا تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب لمدة تقترب من حوالي 35 دقيقة من خلال الجري الخفيف وفقرات تأهيلية متنوعة، وذلك تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال في الفريق. كمان أدت المجموعة فقرة تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي والدكتور محمد أسامة، وده كان لعلاج الإرهاق البدني اللي كان بيعاني منه اللاعبين خلال الفترة اللي فاتت.